نحن الآن في محيط معسكر الدفاع الجوي، حيث يقوم شباب المقاومة مسنودين برجال الجيش الوطني بالتقدم في محاولة للسيطرة على معسكر الدفاع. تلاحظون الآن شباب المقاومة مسنودين برجال الجيش الوطني يتقدمون. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الناطق باسم المجلس العسكري عقيد ركن منصور الحساني ليحدثنا عن آخر التطورات في محيط هذه المعسكر. الآن بحمد الله تم الآن اقتحام واستكمال اقتحام تبت الدفاع الجوي والسيطرة على كل الأماكن إن شاء الله. والآن سيتم التمشيط، الآن بعد دقائق سيتم التمشيط الكامل للتبة والإعلان رسميا عن السيطرة الكاملة على تبت الدفاع الجوي بحمد الله عز وجل. إذن لا زالت المعارك على أشدها ولا زال التقدم مستمر، ولا وفي إعلان اللي كما سمعتم من الناطق باسم المجلس العسكري بدء السيطرة على بعض التباب، وبعد لحظات سيتم تمشيط المنطقة بالكامل بعد دحر الميليشيات الانقلابية وفرارهم من هذه الاتجاهات. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.